مساء الخير. أحلى علاج طلع خليك بالبيت. بتعرفوا ليه؟ بتقعدوا مع رب البيت، رب المجد يسوع المسيح. خليك بالبيت بعده عنوان أساسي للمرحلة الحالية. خليكم بالبيت مع أولادكم، صلوا ولا تملوا، رجعوا لربكم، عيشوا هالفترة بالتأمل، فكروا بكل النعم يلي كان عندكم إياها قبل. ونحن بنقطة تحول مكملين معكم على الموعد كل ليلة أربعة من العشرة ونص وحوالي ساعة من الوقت. رح نغوص الليلة بتفاصيل ضيفتنا داليا نصار من أيام الطفولة والمدرسة الداخلية والتنمر يلي تعرضت له، وصولا إلى نقطة تحول الأساسية بحياتها. ومعها رح نعرف الفرق بين الفريسي والعشار. أهلا وسهلا فيكي. مساء الخير داليا. مساء الخير بولا. مساء الخير توني فرنجية. مساء الخير لكل مشاهدينا اليوم عبر شاشة الأو تي في. داليا، بداية منحب نعرف أكثر عن طفولتك، من وين بلشت؟ أنا بنت ربيت بضيعة. نحن عائلة كبيرة، أم وبي وسبع أولاد. أنا كنت الولد الرابع، يعني في ثلاثة أكبر مني وثلاثة أصغر مني. نحن ربينا مع ستة وجدة بالبيت اللي هن أهله لبيي، وأكيد بمرحلة معينة اضطرينا نحن ننتقل على مدرسة داخلية. نحن يعني عم بحكي أنا وأختي الكبيرة، وفي إخواتي الشباب كمان راحوا على مدرسة داخلية بس للشباب. بهالفترة كان عم نحكي بعمر الست سنين تقريبا، رحنا على دير بس هو للبنات، ننام هونيك، نجي كل أسبوع تقريبا أو كل شهر أو كل أسبوعين حسب، لأنه إذا بنرجع لهذيك الفترة يعني عم نحكي بالثمانينات كان بتضيع اللي عنده سيارة، يعني كان شغلة. بقى سلة المواصلات والتواصل كان كتير صعب، كان صعب. نروح نروح مع حدا يخدنا كل شهر ويرجعنا كل شهر. بقى نقضي كل وقتنا تقريبا بالدير. شو كانت أجواء الدير؟ شو كنتوا تعملوا؟ شو كانت الأنظمة هونيك؟ أنت بتحكي بتقولي إنه كان في قساوة شوي، بدك تساعديهم بالتنظيف، بدكم توعوا بكير، بدكم خبرينا شوي. بالدير هي المدرسة والمطرح اللي مننام فيه كمان. بقى أكيد الصبح نوعا نتروق، ننزل على صفوفنا، نطلع بعد الظهر عنا وقت لندرس. وأكيد في أنظمة بالدير، وكنا نحن موجودين هونيك كان ينحط بروجرام تقريبا يومي، كل حدا شو وظيفته يعمل. وأكيد أشغال الدير كانت كتير كتير يعني من صعبة. صعب يمكن حسب العمر أكيد، ولأنه حجم الدير كتير كبير كنت أكيد هذا الشيء كتير صعب. هي بيت صغير، بتحس أشغال البيت بالتعب، كيف إذا عم تحكي على دير كتير كبير. أنا اللي بقصده داليا بعمر ست سنين، قدي صعبة أنه بهذا العمر تلتزمي بالتنظيف، تلتزمي ب يعني كأنه ضاعت طفولتك بهيك التزامات عبكير، ما هيك؟ دون شك. أول شيء الولد بعمر الست سنين مفروض يكون بين أهله، يلعب مع أصحابه، صحيح. يضل بين إخواته. بس كانوا أهلي حريصين أنه ما يكونوا عم بأثروا علينا بشي بهالطريقة؟ طبعا، لانه بالضيعه اصلا كان صعب المواصلات. وبدك تضطر اذا ما تروحي على مدرسه رح تكوني بالبيت. بقى حسوا انه هذا افضل شيء ممكن يعملوا لنا اياه. بقى بالدير اكيد الطفوله بتضيع لانك فتي على مسؤوليات وعم تنخرطي وكثير بكير. اكيد بتفوتي على مسؤوليات وبتفوتي على نظام. يعني بالبيت بتحسي حالك بحريتك، بينما بالدير خلص مضطره تعملي هيك مضطره تعملي هيك. كان في قصاصات، كانت الرهبات نوعا ما بطريقتهم خلص نظاميين بيمشوا السيستم. صعب تقولي للرهبه انا تعبانه او اليوم ما بدي نظف، او مثل ما بتتغنجي على امك وبيك بالبيت. واكيد هذا الشيء بفقدك كمان انك تعيشي بحضن عائلتك. يعني لمت اهلك على هذا الموضوع انه اخذوك؟ ما لمت اهلي، يمكن لمت الظروف اذا بدك. انه اهلي بالعكس يمكن هذا افضل شيء عملوا لي، انا ما فيني غير ما اشكرهم عليه. بس الظروف اكيد بتحسي انه بدل ما تعيشي بظرف تحسي حالك عايشه طفوله نوعا ما سليمه او طبيعيه، حسيتي حالك عشتي عمر اكبر من عمرك اذا فيك تقولي، وعشتي اشياء حرمتي منها. ولاي عمر بقيتي بالدير؟ تقريبا لحد 13 سنه، من ست سنين تقريبا ل 13 سنه.
وكانوا سنين متواصلة أكيد كانوا سنين متواصلة. بس كان في تواصل بين الأهل أكيد. لا بهذيك الفترة كان ما في سلة اتصالات، يعني كان لما بدنا نتواصل مع أهل أهلنا كنا بس نجي ديورينج الويك أند أو كل قد إيه يعني كنت تروحي على البيت؟ أوقات نضل شهر أوقات كل أسبوعين حسب. صعبة حسب. كنا عم نذكر إنه كان في تمرد بحياتك بهالأمر. صح. فيك توصفي لنا شو هو التمرد؟ بفترة من الفترات يعني بحدود عمر 12 سنة أنا كانت مثل ما قلت قبل أنا وأختي الكبيرة موجودين بالداخلة، كنا بالصف عم ندرس وبنظهر على الفرصة ودائما بنبش وين أختي، بظهر بقلول الرهبات إنه إجا حدا أخذ أختك على الضيعة. هلا أنا بفحش بالبكي إنه لا أختي وفي شيء غريب ما طول عمرنا ما في سوا، وصراحة هاللحظة أنا أرجع فيها على ضيعتي وعند أهلي كانت فرحتي يعني إنه لا أختي راحت وأنا بعدني. بيرجعوا بخبروني الرهبات انه خلص رح ترجعي تروحي انت بالويكند. بتذكر يمكن كانت اول الجمعه وطولت الفتره ترجع ارجع اروح على الضيعه. مهم نرجع بروح بالوقت الويكند بوصل على الضيعه. انا دائما هون بدي اذكر انه بفتره طفولتي اكيد امي وبي دائما مهتمين كيف يامنوا لنا معيشتنا، كنت أنا أكثر ربيانة مع ستي، يعني ستي بالنسبة لإلي هي الحدن يلي تعلقت فيه والحدن اللي تعودت عليه اللي حبيته، يعني بالنسبة لإلي أخذت شقفة العاطفة أو الاهتمام عن أمي إذا بدي أخذ يعني هي الحضن الدافي اللي حضنتك فيه بغياب الأم. حقيقة. بكل شيء؟ بمعظم الأوقات، لأنه أمي يمكن كمان بس تخلص شغلة تجي معجوقة كيف بدها إذا بدك تحضر السفرة كيف بدها تنيمنا، يعني تنعجق بالأشياء إذا بدنا نقول الحياتية، وكان معظم الوقت أنا نهاري مع ستي. بقى بالفترة يلي برجع فيها على الضيعة وكانت أختي سبقتني، أول ما بنزل من الباص معودة دايما أركض عند ستي أغمرها وسلم عليها وبوسها. بقى هون بلاقي كل العالم زعلانة، كل العالم لبس أسود، بخبروني إنه ستك توفت. هيدا كان شوك كتير كبير بحياتي لأنه أنا كتير معلقة بستي. تانيا حزنت أنه أنا أنه كيف يعني ما بقى رح شوفها، كيف يعني ما كنت حاضر على القليلة تقلى باي أو تودعها. هالشي كتير أثر علي، وهون إذا بدك بلش التمرد وبلشت هيك يعني خلص بالنسبة لإلي هيدا زعل كتير كبير صار فيني، وما عم بصدق إنه كيف أهلي ما خبروني. صار زعلي من أهلي وتمردي على أهلي إنه أنا كان أكتر حدا بحب ستي كان لازم أكون موجودة بالدفن. يعني كنت عم تلومي أهلك بهذا الوقت؟ على هيدا الشيء لمتن، لأنه ما كنت قادرة أوصف لهم قديش أنا بحب ستي، وما كنت قادرة أوصف لهم قديش هيدا الشيء ترك هيك فراغ عندي أو حزني إنه أنا ما قدرت إلا باي. بعده لليوم؟ بعده لليوم لا أكيد، لأنه نظرتي للموت اختلفت. طيب بدي بنعرف نحن أنه الصبايا بال 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 بالدير عم بيتعلموا، بنسميه داخلي، كانت قبل في كتير علم بيفوتوا هالداخلي بيتعلموا. والبنات عم تنضج شوي وشوي رجعوا على الضيعة. مرأتي بحياتك أنه الداخلي بناتها كأنه أهل مقصرين مع أولادهم، كأنه 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 هي غير الحقيقة. كتر خير من أهلك يعني يعملوا أكتر ما بيقدروا يمكن. صح. بس الحقيقة من برا بيشوفوا أنه البنت متروكة، تعرضت لتحرش، تحرش من أحد من الأشخاص، لا هذا هيك تعرض لك. هي توني بالدير عشنا حياة كلنا بنات مع بعض. بالفترة اللي رجعنا فيها على الضيعة كان أصلاً راجع على مجتمع بدك تختلط شباب وصبايا، وهذا الشيء بالدير ما كان موجود، لأنه كنا كلنا صبايا مع بعض. حتى الرهبات وقت يظهرونا برات الدير كنا دايما حريصين أنه نحن ما نتعرض، دايما يذكرونا أنه إذا حدا تحرش فيكم ما تردوا عليه، إذا حدا حكيكم شيء بالسيارة من السيارات ما تردوا عليه. بالفترة اللي رجعنا على الضيعة كنا عايشين بعدنا براءة إذا فينا نقول، ولأنه الضيعة إذا بدك مش كل إشي مأمنة فيها، كان كتير ناس تجي من برات الضيعة إذا بدنا نقول بيع الخضرة أو البيع اللي بيع البيضات. بهالفترة كانوا يفكرونا يمكن إنه نحن بنات بسيطين، يحاولوا أكيد، بس كنت شاطرة أهرب إذا فيني أقول. أنا بس بالإذن لأنه في شيء على قلبي حابة أقول لك إياه.
هل ستك الله يرحمها كانت اخذه مطرح امك تهالقد كانت جرح بقي جرح بقلبك؟ لانه بفهم غياب الام غير غياب الست تيتا يعني. اكيد. فحسيت وكانه تيتا كانت الام مش امك، مع احترامنا لها طبعا. اكيد اكيد. بمطرح ما بعدنا هلا اصلا بعصرنا هلا بتلاقي الاحفاد بيتعلقوا بستهم اكثر من امهم. نعم. لانه الست دائما اذا الام بترفض له شيء، الام اذا بالاحرى الام رفضت طلب لبنتها او لابنها، بتكون الست دائما حاضره لتهتم او لتغنج حفيده اكثر. بس زياده على هذا الشيء، امي كانت دائما تساعد بيي بشغله، وتكون دائما من بعد ما ترجع من الشغل اصلا تكون تعبانه، كيف بدها تحضر السفره، كيف بدها تنيمنا، كيف بدها نتحمم، يعني اكثر حياتي يعني مشغوليات بالحياه اكثر ما انه عاطفه وحنان واهتمام بهذيك الفتره. بهذيك الفتره. اكيد. خبرينا عن المراهقه، كيف كانت؟ كيف بلشتي هيك تطلعي طلعتي من الدار وبلشتي هيك بعمر المراهقه؟ خبرينا شوي. رجعنا على الضيعة تقريبا بعمر 13 سنة. هون أكيد رجعنا فتنا على مدرسة مختلطة ومدرسة خارجية، إذا فينا نقول بتروح على المدرسة ترجع على البيت. بهالفترة كمان صرت حاسة أنه أنا المجتمع اللي عم بنوجد فيه أو المدرسة كمان شوي غريبة، لأنه كانت عايشة مع بمدرسة كلها بنات، هون صرنا بمجتمع مختلط، صرت شوف البنات منفتحين أكثر مني، كتير سهل يتواصلوا مع الشباب ويتسيروا معهم، واسمع بنات صاحب وهيك، صار هون بلشت شوي اتفتح إذا بدي أقول، وأكيد انغرمت بشاب، كان أول شاب انغرم فيه، بس تعرف بالضيعة كان إنك تظهر مع شاب شيء كتير غلط إذا بدنا نقول. كان دائما بدها تكون تحت عيون الاهل وبدي يجي على البيت، واذا ودائما ما في انك تصاحبي، كان في انه خلص بدي يخطب ودغري رسمي. صحيح. كان عندي صعوبه بقى انا بلش الغرام عنده وخفيت هالقصه. كنا نتلاقى بالمخفي، لقى اكيد اوقات اعمل حجج طالع على الدكان، راح على الكنيسه لاتلاقى فيه، بس اكيد لانه ضيعه صغيره ولانه مثل ما بقولوا بيته تنور، كل الخبريه بلحظه بتنعرف يعني. صحيح. واصلا الغرام صار يبين علي، ما قدرت اخفي هذا الموضوع، وهون اكيد وقت اهلي فتحوني بمطرح اخفي بمطرح خلص بدي احكي الحقيقه. وهون صار في ضغط من اهلي انه انت بعدك صغيره اصلا ما بتعرفي شو الحب، ما فيك تكملي بهيدي الطريقه، صاروا عم يجربوا شوي بعدوني عن الموضوع لانه يأنوا بدي يكون رسمي وانا اصلا بعدني صغيره. ولاني انغرمت فيه هون كمان كملت مرحله تمرد، ولانه انا اصلا كان بلشت هيدي شوي تبلش من كيف انه ما خبروني ستي توفت، زادت هالاشياء وصرت انا انه مغرومه خلص شايفه هذا الشيء صح بدي كمل فيه. إلى حين؟ إلى حين. طولت هيدي العلاقة تقريبا شي 6-7 سنين، وخلص صرت شايفته انه هو الحب الحقيقي بحياته، وكان تعويض اذا بدي اقول عن الفراغ العاطفي اللي صار من رحيل ستي. بس بنصدم بحقيقة تانية انه بكتشف انه هذا الشخص عم بخوني. هذا كان تاني اكبر كف لإلي، لانه تحديت اهلي، تمردت عليهم، زعلتهم، بكيت امي كثير ليالي كرماله، واختي الكبيره اللي كمان كانت ترافقني بالدار كرمال، يعني زعلت اهلك كرماله. زعلت اهلي كرماله باختصار، وبنفس الوقت طلع انه هيدا الحب خيب لي املي. اكيد اخذتني كثير فتره اتخطى هذا الموضوع، بس كان قراري حاسم خلص ما بقدر كمل، لانه بالنسبه لإلي إذا في خيانة يعني ما إنه حب. أكيد فتنا ديبريشن. طبعاً أكيد أخذتني تقريباً سنة ونص أتخطى هذه المرحلة. وأكيد إن زويت كثير بلحالي دائماً أبكي. رجعت انطويتي على نفسك ورجعت تبكي ورجعت. أكيد. خلصتي المدرسة وفتي هالجامعة. صح. بأي جامعة؟ بجامعة خاصة. شو صار؟ احترت يعني هون اصلا كانت بدي اختار بين كتير جامعات، بس كمان كملت انه انا بدي اكون عم بنطلق لاسس حالي. أوكي. وهون كنت بلشت اشتغل، بلشت اول شغل. كنت بتضيعي تنزلي كل يوم على الجامعه وبتطلعي؟
صح. أوكي. بس اطلع وانزل ما كان السيارة، كان خلص وقف سيرفيس على مطرح، على بالاحرى وقف سيارة على أوكي. نقطة وارجع اخذ سيرفيس انزل على الجامعة. بس هون كنت بلشت اشتغل. كيف تسجلتي بالجامعة ووضع المادي تبعك كان ما كثير؟ ما هون بدي انطلق لاقول انه كنت عم بلش اقبض اول معاش ونزلت على الجامعة بدي اتسجل باختصاص، وهذا الاختصاص اللي انا اخترته، بس ما في منه الا بجامعه خاصه. بقى نزلت لاحكي دويان او عميد الجامعه لقول له انه انا بدي ادفع قسطي، واذا في مجال نقسط القسط على 12 شهر مش على 9 اشهر لكون عم بقدر من قسطي اكفي، من معاشي عم بكفي القسط. هون الدويان قال لي اكيد ما حتكون مشكله، رح نرجع نحكي فيها، هلا مهم تسجلي وعبي فايلك، لانه كان بعد في عدد ايام لاقدر اتسجل. بس كان تسجيل الدخول وتعبئه الفايل اصلا قدم اول معاش. دفعنا اول معاش وانبسطت، خلص يلا انبسطت بحالي عم بقبض، بلشت ادرس. كان صار مارق تقريبا شي شهر ونص، بيوصل لي اول وصل لازم ادفعه، بتطلع على الوصل بلاقي القيمه انه مقسمه كانه القسط على 9 اشهر مش على 12 شهر. برجع لراجع العميد بالجامعه بقول لي نحن بنعتذر ما فينا نقسط على 12 شهر، بنقسط على 9 اشهر. العميد بالجامعه هو شو؟ هو راهب. راهب. راهب مريمي. بقول لي ما بنقدر نقسط على 12 شهر، نحن بدك تدفع القسط. يعني انت كنت بدل ما تدفعي 9 اشهر تدفعي 12 شهر. صح، انا ما عم بطلب انه يخصم لي، عم بطلب بس يعطيني تسهيلات. شو قال لك؟ قال لي بنعتذر ما فينا نقسط على 12 شهر، اذا بدك في جمعيات خاصه في ببيروت، في جمعيه الحريري عم بقسطوا بيساعدوا، بيساعدوك بمنحه اذا بدك تتوجهي له. داليا كانت خيبه امل انه تلقيت منه هيك جواب كرجل دين مفروض يساعد ويقف حدك؟ كثير بولا، لسبب انه نحن تربينا بعائله وبضيعه باجواء كثير مسيحيه، وكوني جاي من دار رهبات وبالجو اللي كملت فيه بالضيعه كان جو كورال فرسان يعني طبعا. ربينا انه رمزيه الكهن كانت شغله كثير مهمه لإلي، كانت صدمه لإلي. طب ما هن بيحكوا عن الحب وهن بيحكوا عن المساعده والعطاء، انا كيف انا ليه بدي اتوجه عند حدا غيرك انت يساعدني؟ بقى تركت الجامعه، وكان هون اكيد ما بقى في مجال اني تركتي الجامعه. تركت الجامعه. هو يعرف انك تركت الجامعه من وراء السبب؟ هلا اكيد رح يكون عارف، بس انا ما رجعت واجهته وقلت له رح اترك الجامعه، بس قلت له انا ما فيني اكمل وظهرت من الجامعه. ظهرت من الجامعه، واكيد كانت كل الجامعات بهالوقت سكرت ابواب التسجيل، بدي اروح على يعني خلص ما عندي مجال بقى اسجل. اضطريت اترك سنه، كملت شغل بهالوقت، كنت عم جمع مصاري، حاطه براسي انه سنه الجاي شو بدي اعمل. بس خلص غيرت يعني ما بقى عندي ثقه ارجع على نفس الجامعه، اضطريت اني اختار اختصاص ثاني ورجعت تسجلت بالجامعه اللبنانيه باختصاص علوم اجتماعيه وكملت دبلوم، وفي شق منها بتروح بتتخصص، وهون كملت اكثر علوم نفسيه. بخلال هالفترة كمان كنت تركت أول شغل والتحقت بشركة تانية، بشركة عالمية، وهون لأنه صار دوام جامعاتي تغير صارت نهاري ببلش تقريبا 7 منخلص 9:30 بالليل إذا أنا بدي خلص شغل وكمل جامعة. بقى هون كمان كان بعدنا بحالة إذا بدي أقول الانطواء، ما بعرف ما تعودت أعبر أو شارك أهلي مشاكل، لأنه هيدا الطفولة اللي ربيت فيها. كل كلهم اللي عملتيهم، كل هالخطوات اللي قمت فيهم، أهلك ما معهم خبر بشي أبدا، يعني أنت عم بتقومي بقدرتك. صح، لحالك يعني. صح يعني انا هون طلقت للشغل اكيد بخياري، وخياري انا بدي كمل جامعه، واكيد انتقلت يعني من جامعه لجامعه وغيرت اختصاصات اكيد كملتي. انا عم بركض لحالي. عشت لوحدك بشقه بتقولي هون اخذت شقه وعشت فيها لحالي؟ صح، يعني رجعنا على الوحده ورجعنا على الانطواء ورجعنا على نفس الحياه اللي بلشنا فيها. صحيح. فكرت اصلا بهيدي النقله، كنت عم كمل انه صار دوامي طويل، وكان خلص لابد من خيار اني استقر بمطرح قريب على جماعتي وقريب على شغلي، وبنفس الوقت لانه كنت حاسه هيك بضغط، يعني بضغط عدم الحوار، بضغط في اشياء كثير كبتتها جواتي ما عرفت ولا مره طلعها وشارك اهلي فيها. كنت فكرت انه هيدا الحل او هيدا النقله هي الحل.
بهيدي النقلة أكيد بصير عايشة لحالي، عايشة وحدة، صرت أقول بيني وبين حالي يا محلى القعدة مع أهلي، لأنه على القليلة في حدا بتتواصل معه، على القليلة في أم بتسألني شو بكي أوقات، في حدا محضر الأكلة بكل حتى ما كان في ولا صديقة ولا رفيقة ولا رفيق صديق ما بعرف. بهالفترة بولا تعرفت على شخص تاني، وهذا الشخص كان كتير منيح بحياتي، شخص مخضرم، عبى كتير فراغات، كان صديق، كان خي، كان حبيب. هون بلشت ابني ثقة، تنبنى ثقة أنا وياه، وهون صرت أكثر انفتح وعبر له وخبره. كتير ساعدني انفتح وعبر وأحكي مشاكلي. بس بطبيعة الحياة الكوبل، إذا بدك أقول، إذا بدي أقول الكوبل، بدي أقصك شوي، عم بطلع بولا فيها، عم بتأمل طفولتها وكيف ربيت وبالدير ولوحدها وكورال وفرسان وطلاقة وقديس ورهبات وجامعة، كمان جامعة مسيحية تحت رعاية الرهبان. بتطلع هيك من برا بلاقي بتجنن حياتها، كل شيء تمام، كل شيء تمام. يعني اليوم عندنا حلقة جديدة مميزة، بس ما بتختلف عن ناس بتعطوا مخدرات. هلا بنشوف ليش، لأنه أكيد. هلا بتنشوف ايش عم بيصير. يعني انساني مهذبي حتى هلا مبينه، انساني مهذبي بتجني كله تمام، حلو فرسان، عم تصلي كنت كفيتي انت، انت عم تكبري كفي صلاه. طيب سؤالي لك، سؤالي لك، كنت تبكي؟ كنت اقضيها بك صراحه، كنت تقضيها بك، كنت اقضيها بك اكيد. يعني كيف اذا قلت لك مخدي شو يمكن اكيد صارت معلمه من دموعي، لانه بكل المراحل، بكل خيبات الامل، بهالانزواء اللي كنت عايشته، بعدم الانفتاح اني اعبر عن شو، من شو مزعوجه، شو مضايقني، كيف بدي عن جد الحياه تنفتح بطريق بغير طريقه، كيف بدي اعبي هالفراغ اللي عايشته. كنت دائما احس انه ما لي الا احكي حالي، فوت صلي، نام على مخدتي، اوعى الصبح عيوني مورمه. يعني انساني وحيده حزينه عم تبكي؟ صح. سفرتي على امريكا؟ صح. شو صار؟ في شغله كنت حطيتها بتوجهاتي، انه انا طب حاولت كثير اشياء بحياتي، بعتقد انه هلا صار الوقت اني استثمر بحالي، اتعلم اكثر، اختبر اكثر، انطلق على الحياه اكثر، لابد انه ما يكون في تغيير. اوكي. من بعد ما خلصت اختصاصي بالجامعه، ولاني بدي اشتغل على حالي بعد اكثر، تسجلت بجامعه اونلاين بامريكا. ليش كان امريكا؟ بهالفترة كان عمري تقريبا شي 32 سنة، 32 يعني من 5 سنين 6 سنين تقريبا، لأنه هلا اليوم عمرك 37، عم بفضح عمري. صح خلص. يعني شي 5 سنين سافرت على أمريكا. صح. وهونيك شو صار معك بأمريكا؟ ما أنا شوية وقت بعد بأمريكا رحت لأعمل هيدا الاختصاص، كانوا داعيين على ورك شوب على 4 أيام، وبالدعوة ذاكرين لأنه فيكم تجوا قبل بنهار، القائد الجامعة هو جون ماكسويل، إذا بدكم تجوا قبل بنهار لتصلوا مع جون ماكسويل. انه واو بامريكا وبيصلوا، انه ايه اكيد بدي اروح. منو بس بتضيعها كمان بامريكا؟ اكيد انه بالعالم. شو شفتي؟ رحت على امريكا بقاعة تقريبا فيها 5000 شخص كنا. والله. الاشخاص عم بيصلوا بفرح فوق الطبيعة. بتشوف السلام على وجوههم. صرت عايشة تساؤل انه ليه انه عن جد. كنت تشوفيه هون بلبنان؟ لا ابدا. اكيد؟ ابدا. عايشة بالدير؟ عايشة بالدير أكيد، بس ما كنت شوف ناس فرحانة. كنت إنه نفوت هيك بتمسكن، صلي كله حزن، ترانيمنا حتى شوي هيك ندب إنه حزينة هونيك صلاتهم. يعني أنت لو ضليتي بأمريكا كنت كفيتي معهم؟ كنت بتمنى. بتتمني كفي معهم؟ إيه كنت بتمنى كفي، كنت بتمنى. حبيت إنه عن جد في مسيحية بالعالم وبالأمريكا بالأخص بصلوا بهالطريقة الفرحة. رجعت من هونيك صراحة ناسي الشادي اللي أنا رحت كرمالة، عم تذكر بس هاي الصلاة اللي عشناها بنص نهار قبل الوركشوب. وجيت على لبنان بدي نبش على جماعة بتصلي بنفس الطريقة، بجماعة بتصلي بفرح، هيك بتحس عن جد بصلاتهم بتروح على عالم تاني. يعني شفت فرح المسيحية الحقيقية. صحيح، هيدا اللي شفتيه بأمريكا. صحيح. من برا فرسيه بامتياز،
أنا بدي بشوف حياتك كيف ربيتي وكيف طلعتي إنسانة مهذبة، بتصلي عم تتعلمي عم تأملي طموح، ما في ولا غلطة كله تمام. بدي أسألك كم سؤال. كنت أنت تحلفي؟ أكيد كنت أحلف. كنت تحلفي؟ أكيد كنت أحلف. بمين؟ بالله. كنت كذبة؟ بفترات على أهلي إيه. كنت كذبة إيه أم لا؟ أكيد. يعني كذبة. آسي كلمة. كنت تتزمري؟ لا هي الحقيقة بدنا نحكي حقيقة، يعني نحكي من برا بتجنن بس بالحقيقة. صح. تشوف شو سبب البكي اللي كان مخدتك. صح. وإنسان يرابي بهيك جو كله محيط حلو وعم تصلي ومؤمنة وما بتقفي قديس كله بجنن، تشوف شو قصتك؟ ليش صار معك هيك؟ ليش حزيني؟ ليش هونيك شفتي فرح ما انت فرح؟ ليش شو قصرتي؟ اللي بدي احكي انا كنت تتذمري؟ اكيد ما كان فيك ما كان شيء عجبني، يعني على طول في تذمر بحياتي. اكيد اكيد يعني كل شيء سلبي، ما كنت اعرف شوف النعم. اكيد كنت من الاشخاص اللي بكرموا الرب على طول، في اي بتقول انتم تكرموني بشفتيكم اما قلوبكم بعيدة عني فباطلا تعبدونني. كنت منهم؟ بعتبر انه كل صلاتي كانت رديت كلام. إذا قلت لك كلمة حب قبل وكامل 36 وما من وراء، شو بتقولي عن الحب؟ اختبرت كنت الحب؟ كنت دايما بعطش للحب، كنت دايما في حاجة للحب. دايما دايما في عطش للحب. إذا قلت لك كلمة هم تعرفيها؟ أصغر شغلة كنت أتهمهم عليها 36 سنة بتصلي أنت أوكي عايشي بهم، يعني قلق. نعم. يعني مضطربة، يعني حزينة. نعم. يعني فريسية كل بساطة. فريسي شو بيعمل؟ بيدفع عشوره، بيصلي على الوقت، لبسيته من برا حلو، ما بيقفي شيء، شايف حلو كتير منيح، بشكرك يا رب، عم يصلي ورفق ايديه وما بيقفي شيء، بشكرك يا رب لأنك لأني مني مثل فلان، لأني مني مثل فلان، لأنه في كتير أشخاص اليوم بيعتبروا حالهم أحسن من الآخرين. صحيح. هي المشكلة، أنا هي حلقتك هي عنوان الفريسي والعشار. كنتي انت افضل من كثير عالم اجوا لحلقاتنا، بس ولكن بالنتيجه انت وياهم نفس الشيء نفس الشيء، يعني انت كانه وياك عم تعطى مخدرات، مخدرات نوع من شحاده للحب والنقص، وانت كمان شحاده. اذا انت شحاده، شحاده شو كنتي؟ شحاده حب. اذا قلت لك كلمه عاطفه شو بتقولي؟ لا عاطفه هي بنفس مرتبه الحب، يعني دايما كنت اسعى العب بهيدا الفراغ العاطفي اللي عشته بالطفوله. بدي اسالك كمان، كنت تتعرضي ل بعمر 36 سنه بنت ناجحه وظيفتها حلوه بشركه عالميه، ما اشبك شيء، حلوه الله خلقك حلوه متكلمه بوظيفتك متعلمه، ما كنت تتعرضي لضغوطات؟ يلا ليش بدنا نفرح منك، الله يفرحنا منك، يلا بدنا نتجوز، هذا الشيء ما سبب لك عائق؟ لانه اليوم اذا اثنين تجوزوا بولا بعد شهرين نفرح من عريس، نفرح من عريس، بيكونوا بصيروا حاسين عليهم مثل البنت بس بيعلوا شوي بعض من وراء انه شو انه والله بدنا ولد لانه تنرضي العالم. صحيح. كمان ما تعرضت لسه ما تجوزتي، كم مره سمعتي هالكلمه؟ هيدا حديث دايم، وبتعرف اصلا بالضيع وبالعيال اصلا قديش بيكون في واجبات. انا بفهم كل سلام وعلى كمان. كل سلام نفرح منك ويلا وامتى بدنا نفرح منك. صحيح. وشو بعدك ناطره، هيدا حديث دايم اكيد. كنت تعرضين اذا اجاك هذا الموضوع؟ ما بخفى عليك اكيد اكيد، يعني عمل لي هيك انه انا مختارش اصلا، يعني هذا الشيء مش لازم يكون فرض، يعني بس انه مش ضروري نعيش بضغط من المجتمع اذا نحن مخترنا اذا ما او ما صار الوقت للحدا يتجوز من قبل ما تيجي الرياضه الروحيه. نعم. اذا قلت لك كلمه حب كنت تقولي ايه؟ مختبر الحب. وانت مظلومه. صح. وعم تلومي الرب، ليش يا رب يعمل هيك بحياتي؟ كثير لمته في وتصلي. اعتبر هيدي صلاة. تعتبريها صلاة. اعتبر هيدي صلاة. طيب بقى جيتي من امريكا وبدك جماعة مثل هيديكي فيها فرح فيها كذا، شو صار معك؟ عشت تقريبا فترة عم لبش لحد يوم بيوصلنا اتصال من زميلة لإلي
وإذا بدي أقول هالزميلة ما كانت، إذا بدي أقارن حياتي، أنا كنت حدا بروح على الكنيسة، بروح على القداس حسب ما بعرفها، كل شيء هي حدا حسب ما بعرفها هي ما عندها هيدا الشيء، كل شيء منها. توني فينا نسميها روح التدين صح؟ هيدا الحياة اللي كانت عايشتها بيرفكت كله تمام، ما في شيء لما عملت هيدا حياة العشار. من حياة العشار فاصل صغير مشاهدينا الفريسي، بعتذر عفوا، من حياة الفريسي فاصل صغير وبنرجع لكم مشاهدينا. عودة معكم مشاهدينا بحلقتنا الليلة مع ضيفتنا وأختنا العزيزة بالمسيح داليا نصار. داليا بتقولي إجاك اتصال ودعيتي على رياضة روحية. صح، إجانا اتصال، وكنت مثل ما خبرتكم راجعة من أمريكا أنا بتنبيش على جماعة بتصلي بطريقة هيك فيها فرح. نعم. لما إجاني الاتصال أكيد ما ترددت، لأن أنا أصلا كنت بحالة تنبيش. كانت الرياضة بضيعة كتير قريبة لبيت أهلي، كانت 3 أيام. أول نهار بوصل بلش ألمس إنه في جو فرح، ترانيم فيها فرح، العالم مبسوطة، نفس الجو اللي أنا كنت فيه بأمريكا، نفس الجو اللي أنا كنت فيه بأمريكا. ببلش توني بموضوعه، وهون بتذكر إني اتصدمت أنا وتوني. كان سؤال هيك كتير بالنسبة لإلي بهداك الوقت مستفز، إنه عم تسأل الأشخاص إدي لكم بتعرفوا يسوع، حدا بقول 3 أشهر، حدا بقول 5 أشهر، حدا من الجمهور قال إنه من أنا وصغير، بقلت له أنت ما بتعرف يسوع. أنا قلت له أنت ما بتعرف يسوع. صح، لأنه قول من أنا وصغير. صح، وأنت وصغيري بتعرفي يسوع. صح صح، فأنا هيدا الشيء استفزني. وبتذكر هون قلت لك ما فيك تقول إنه إذا بعرفه من صغير ما بعرف يسوع. شو جواب؟ بقى قال لي حيوصل لك الجواب خلال النهار. ومعرفتنا بيسوع هي مثل الولد اللي بيتدرج بالمدرسة، وهون يمكن أعطيتنا هالجواب لتخفف من حدية إذا بدك ردة فعلي. بس حقيقة أنا اكتشفت أنه تعرف يسوع قصة شيء كتير بيختلف على أنك تلمس من يسوع، يكون عندك علاقة شخصية مع يسوع. أكيد من بعد ما عشت هيدا الجو والمواضيع الحلوة الترانيم اللي فيها فرح، منوصل على اختبار كتير رائع، وكان كمان شيء جديد كتير لإلي، على صلاة الامتلاء. بصلاة الامتلاء بيكون في صلاة فردية مع كل شخص، إذا بدي أقول بهالصلاة الفردية ولا بد إنه يصير في تغيير إذا كان الشخص طالب الرب من كل قلبه. وبتذكر بخلال كل الوقت أنت عم تطلب من كل الأشخاص إنه اطلبوا الرب، ما فيك اطلبوا الرب. وأنا خلص يعني أنا جايب هذا الحماس، كنت عم أقول له يا رب خليني أحس فيك. من بعد ما صليت معي توني بصلاة الامتلاء، بتذكر إنه عن جد ما كنت بدي اوعى من العالم اللي كنت عايشه فيه، حسيت كانه انا انتقلت من عالم الارض على عالم اخر، يعني من الموت الى الحياه اذا فينا اوصفها هيك، من الظلمه الى النور. صحيح، ومش بس هيك، الفرح يلي عشته كان لا يوصف، والسلام يلي رجعت فيه على البيت، لدرجة عم برجع الماما عم تسألني كيف كان، وقلت لها ماما بليز ما حابة تحكيني ولا شيء، لأنه الحالة اللي عايشتها ما قادرة أوصف لك فرح إيها. وسلام حقيقة. أنا هون بدي ركز أنا وياك شوي، ملكوت الله شو هو؟ فرح بر وبر وسلام. اختبرتي ملكوت الله. أمين. لقد اقترب ملكوت السماوات، توبوا. كان المواضيع اللي حكيتها كنت عم بوبخك فيها، مش هيك انصدمت أنا وياك، بس هيدي وصلتك انك تعرفي حالك انه انت مش فريسية، انت مش مؤمنك بالملكوت، ما في تواصل انت والرب. مش هيك هالحلقه كثير مهمه، يعني انت كان معك 9 ونص 20، واللي كنا عم نستضيفهم بحلقاتنا اللي كانوا عم بيعملوا مخدرات وكل شيء وامار ودعاره ومن كل شيء، كان معهم 21، يعني انت وياهم بس صوتين، يعني انت عايشه فريسية اساس كثير منيحه، بس عايشه الهم الكذب، منفصلي عن الله، عايشي تحت تقل العالم، عبدي مش بنت، بنت الله. يعني ما كان فيك تقولي يا أبانا. من بعد هالرياضة الروحية واختبرتي الروح القدس صرتي بنت الرب. كل من بيقترب بيسوع بيصير إيش؟ عطون سلطان أن يصيروا أولاد الله.
بقى خبريني شو تغير فيكي؟ كفيتي وقت اختبرتي الرب فرح وسلام؟ كنتي تحلفي؟ كفيتي تحلفي؟ ما بقى احلف البر. كذب؟ ما بقى كذب ابدا. تذمر؟ صرت بقول بشكر الله على كل شيء. الحب؟ اختبرتي الحب؟ بعتقد انه لما يسوع بفوت على قلبك بمليك من كل الفراغ اللي كنت عايشه، وهذا الشيء بيصير عم بينعكس عليك بالطريقه اللي بتحب الاخر، وهذا الشيء ما فيني اقول الا محب الرب ملك جواتي وقلبي، وهالشيء بينعكس على كل شخص بتلاقى فيه. يعني هذا الشيء كيف بدي اوصف لك اياه بغير طريقه، يعني عم بعطي اكثر باكزامبل مفصل تفسر عن جد كيف الرب مليانه من حبه، لانه الاشخاص اللي بتلاقى فيهم ما فيك ما تكون عم تتعامل معهم كانه اخوه لإلك. تغير فكرك؟ كليا. قلبك؟ اكيد. شفيتي من جروحات الماضي؟ ما بقى شايفتهم. بلشت حياة جديدة؟ بعتبر هلا اني بلشت حياتي معك. اذا هلا سالتك قديش عمرك، قديش بتقولي عمرك؟ هلا فينا نقول عمري سنه. يعني وصلنا لحديثنا يعني هاي الولاده الجديده، ان لم تولدوا من جديد لن تدخلوا ملكوت السماوات. ملكوت الله هو بقلبك، بقلبنا، بقلب كل انسان. يسوع حي، يسوع حي، يسوع حي. اختبرتي؟ طبعا. لو حياتك هلا بدون يسوع؟ يا ما بتخيل قد ايه بتكون صعبه. شو بصير؟ أكيد كان اليأس بيزيد أكتر، كان الحزن بيزيد أكتر، كنت ما بعرف يعني أكيد مع كل هالأشياء شو لوين ممكن يوصل الإنسان. يعني أنت هالإنسان اللي بالرياضة الروحية تحولتي من فريسية اللي بتصلي إلى قلتي ارحمني يا رب أنا إنساني خاطي. هون قبلت صلاتك. بعدش في حالات مثلك؟ ما بيتعطوا مخدرات، ما بيزنوا، ما بيعملوا شيء غلط، ما 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 ما, ما. عايشين بالجو الكنيسي، بفرسين، بالكورال، بحياة كل شيء تمام، ما بيوقفوا شيء. في كتير. بس عايشين حزن، هيدا منو بالملكوت؟ عايشين الفراغ، عايشين بجروحات الماضية، عايشين بالهم، قديش في منو؟ في كتير. مش هيك حلقتك اليوم، أنا بصلي إنك تكلم كتير أشخاص مثلك يكون عندهم جرأة يقولوا بدنا نتعرف على يسوع، ما بقى بدي أسمع عنه. بدي أسألك سؤال، جماعة شو جماعة العنصرة بالنسبة لألك؟ شو أهمية الجماعة اليوم بحياتك؟ الجماعة شغلة كتير أساسية بحياتي، أولا لأنه أكيد نحن بنختبر الرب، بس بدنا دايما نكون عم نثبت مع الرب أكتر، بدنا نكون عم نتعرف عليه أكتر. زيادة عن هيك بصير عندك إخوة، إخوة بالروح، هذا الشيء عن جد ما كنت بعرفه قبل. أمي وأخوتي هم الذين يسمعون كلمة الله ويعملون بها. يعني صار فينا نقول ولادة جديدة، صار فينا نقول خليقة جديدة باسم يسوع. أنا صراحة شهادة حياتك لمست لحياتي أكيد كتار من المشاهدين اللي عم بيشاهدونا توني هلأ، لمستيلن قلبهم ودخلت على كل قلب. أنا بدي أقول أصبحنا كالأبرص لا يلمسنا أحد، كالنازفة لا نلمس أحد، كالابن الضال تائهين ضللنا الطريق، كالمخلع لا نقوى على الحراك، لكننا مثل إليعازر يأتي من يرفع عنا الحجر وينير ظلمة الموت وينادي بنا هلموا إلى الحياة. يا رب منقلك نحن من آمن أنك أنت وحدك مخلصنا. داليا كاميرا تبعك أمامك، تولي الكاميرا، في كتير أشخاص عم يسمعوك، شو بتقولي لهم؟ أنا بدي أتوجه لكل شاب وصبية ولكل شخص حضر هيدي الحلقة، بدي لكم أنه طول عمري 36 سنة كنت مفكرة حالي ماشي صح، 36 سنة كنت بصلي ومفكرة أنه صلاتي حتغير أو رح تكون مستجابة، لحد من سنة اختبرت أنه إذا نحن عن جد ما بنلمس وبنعمل علاقة شخصية مع الرب حياتنا ما بتتغير. قدامك فرصة اليوم أنك تغير حياتك، ما تتردد. ضايع مش عارف وين، نحن هون لنقدر نكون عم ندلك على الطريق. يسوع هو المخلص، قد ما نعمل اشياء بحياتنا رح تكون كلها باطلة، لأنه يسوع هو وحده يلي قادر يغير لك حياتك. أنا بدي أنهي بكلمتين، أخواتي اليوم بزمن كل العالم قاضي بالبيوت متخبية، أنا كتير مبسوط وبشكر الرب أنه الرب عم يستجيب صلاتنا، وبعد سمح بكورونا، ما بيبعد هو كورونا، سمح بكورونا لأسباب شو؟
اللي عم بيلعب قمار بطل يلعب قمار، كازينو لبنان سكر. قديش إلي بصليت كازينو لبنان اللي كان سبب خراب بيوت كتير عالم إنها تسكر. السوبر نايت كلاب، الروسيات، الدعارة بيال مخدرات، الرجال بيدعم بيتهم وولادهم. إجا الرب هيك بأمر صغير منه، بسماح منه، رجع كل شيء صح. العالم اللي كانت عايشة فوق صورة تحت، صحيح، رجع كل إنسان لحجمه. تذكر يا إنسان إنك من التراب إلى التراب تعود. بملخي 4:2 بدي أقول هالآية: أما أنتم أيها المتقون اسمي فستشرق عليكم شمس البر حاملة في أجنحتها الشفاء. من وين بده يجي الشفاء؟ إلهنا هو إله اللي بيشرق من جوانح الشمس الشفاء. بدي أقول كورونا، خلينا نشبهك أنا وياها، كورونا هي مثل غيمة سودة ومارقة، حتعبر بدها تروح بدها تمرق، ولكن الشمس هي وراء الغيمة، الشمس حتضل. إذا مرقت الغيمة ما ماتت الشمس، راحت. الكورونا حيمرق ويروح، ومن وراء نار روح القدس حيجيك شفاء. طلب أمين. بأرضك روح القدس، توب ورجع إلى الله. يعني فينا نقول لفيروس كورونا هو زمن الصلاة، كأنه الرب عم يدعينا للتوبة، توني نرجع لإله، نسجد له لإله. أنا بنصح وتطلع صرختنا بقى صرخة التوبة، ونركع له ونرجع لعنده. بنصح لحضنه. هون مشاهدينا نوصل لآخر حلقتنا، لنهاية حلقتنا. في رقم عم يقطع الشاشة عم بتشوفوا، لا تتصلوا فينا وتتواصلوا معنا، نحن ناطرينكم. منودعكم بحلقة جديدة من نقطة التحول، والله معكم.